السلام عليكم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله في نعم من الله، نتقلب في نعم الله. والله يا أخي ليل نهار، الله والله في يكفيك. نعم من الله. مرة حضرتك كان زوجتي كانت يعني في شهر رمضان اللي قبل اللي فات، كانت يعني ما يعني سقطت، طيب ماشي. فبعد ما سقطت فطبعا كده عليها ايه، شهر رمضان. فجت بعد رمضان اللي هو التاني دلوقتي ما حملت، فاصبح كده عدت السنه كامله من غير ما تصوم اللي عليها في رمضان اللي قبليه. تصوم ولو دخل رمضان آخر، ولا كفارة عليها مع الصيام على التحقيق. نعم، هناك من يقول من العلماء إذا مرت عليها سنة ولم تقضي وتطعم مع كل يوم مسكينا، لكن لا أعلم دليلا على هذا القول. فالأظهر أنها تقضي فقط، وقد قال تعالى في عدة من أيام أخر مع عدم الإلزام بإطعام، والله أعلم. أنا جزاك الله خير يا سيدي. وياك حبيب، ألف سلامة. وياك.